بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه وسلم. اللهم يسر العسير فإن تيسير العسير عليك يسير. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثانية عشرة أعرض الناس في هذا الزمان عن اعتبار مجموع الشروط المذكورة لكون المقصود صار إبقاء سلسلة الإسناد المختص بالأمة، فليعتبر ما يليق بالمقصود، وهو كون الشيخ مسلما بالغا عاقلا غير متظاهر بفسق أو سخف، وفي ضبطه بوجود سماعه مثبتا بخط غير متهم، وبروايته من أصل موافق لأصل شيخه. وقد قال نحو ما ذكرناه الحافظ أبو بكر البيهقي. ودرس الدين قها أن كبرنا علمي مصطلح الحديث قرهان كتاب قها التقريب للإمام النووي رحمه الله تعالى. وحنقص الجرمي نوعي سدح إلى وطنات وكمدها من أنواع علوم الحديث. وعبانك سؤوها صفة من تقبل روايته وما يتعلق به. خفك الرباية دي سلا أقبال آيو صفة الله قربه إيو خفك الرباية دي سأل الله أقبلين إيو وحك تعلق آيو خفك أو جرح أما التعديل نوع أسمك. وحصيري الإمام النووي رحمه الله دور مسائل أياكسوغا مسائل شاس أي صوت ارتريي أبو أبو ديرادي. وحنصوغر نمرك مسألة دي لبي إطمانا. وحيري الثانية عشرة مسألة دي لبي إطمانا. أعرض الناس dadku way jeesteen naaska hadda wuxuu u jeedaa culamaa hada fan fannigan culimadiisa ayuu u jeedaa fi hadhihi azmaan azmaan tatana dhixdi ayay jeesteen azmaantan mutaakhirada ah ee dambe waxay ka jeesteen an i'tibaari majmuuci shuruud شروط ذا مدة ذي لكل ميي لفيرين تهذي حقي أي كجستين شروط ذي المذكورة لصار شيء نوعا هذا مركان كهد لين صفة من تقبل روايته وما يتعلق به شروط ذا صار شيء حديث كدت كورينا يا رواد يوم مشائق ذا أي كورينا يا أمبا شروط بالله صار شيء kolka azminadii dambe wuxuu leeyahay culimadu waxay ka jeesteen shuruudadan la soo sheegay middeedii la kulmiyay inay fiiriyaan oo fi ruwaati alxadiis wa mashaayikhihi ay ka fiiriyaan bay ka jeesteen limaada dhowr arrimood daraaddii uga jeesteen litacadduri alwafaa'i biha calaa maa shurida وعلاد كوان وحا عدر تابي شروط ذي إن لا أفسدو سيد الله شرديين لغو أفسدو أيا عدر تابي ويزمن كيا سيد ديرادي لو هداني ولكون المقصود متك لو مرادا يا أهانشي سدرتي أي أجيستين الآن هدا ولكون المقصود كان لو مرادا أهانشه سدرتي أجستين صار أو أهذي مقصودك إبقاء إذا كردك إبقاء سلسلة الإسناد إسناد كسلسلة ذي سباقية لدين إسنادك المختص لقاري يلي بالأمة أمد لقاري يلي ماذا كلام مقصودك هذا وحويان إسناد كأمدان محمدي إذا الغقار يالي سلسلة دي سائن لباقي يالو وحديث كهذا مركي لورينا يا السند بالغو ورينا يا إلا لغا سوغارو مؤلف كا
وحديث كابحيي بخاري أما مسلم أما أبو داود ترمذي شيقي صلى الله عليه وسلم إلى النبي قال لك عليه الصلاة والسلام إمن كهذا مر كم جرى سنة أو ساس وكلا أديك الله جاب الله شيقا شيقا ساوسي سعنا يوم جرى كتب تيبا قرآن كتب تي أم بالله قرسنا يا ساس وكلا مر كإسناد ك ومدى محمد يدا ما أركيسا سلسلة ذي معنا أمدى محمد يدا الأخص سيدة إسناد ك سلسلة ذي سائل باقي هي والمحاذرة من انقطاع سلسلتها سلسلة ذا قوئتان كذا حقي أو لقى دكتورنا مقصود كأنت أصوائي سلسلة ذي نوع نوع باقي كل كفل يعتبر هلا في ريو شروط ذا حقي ما هلا في ريو يليق عنوما يماغ بالمقصود مقصود كأو عنوما وهو ما يليق بالمقصود نوحويان كون الشيخ الشيخ وحل قورنا أهان شيء سواء مسلما مسلم أو أهاد مسلم كاسو بالغا قانقارا مسلم كاسو عاقلا عاقلا مسلم كاسو غير متظاهر من ظاهر صدي غير كيسا بفسق ظاهر صدي أو صخف حمان ظاهر صدي إمام النووي مركع عليه رحمة الله أسيق هذا الزمن كيسوك هذا الله وحولية هاي الزمن كان هذا الشروط دي كلي هلقا في ريو هذه السنة وحلقوا ورينا شروط دا الرباط دا يوم الشائق دا لقا في رينا كلي هنقطو مقصود كوحا أعنو ماي وحا مقصود كأعنو ماي نوحا ويان الشيخ وحلقا ورينا إنو مسلم نقضو صنقال نقن بالغ إنو نقضو السبي أصنقن عاقل إنو نقضو مجنون أصنقن قف فسط ظاهر صدي أما حمان ظاهر صدينا إنو صنقن وفي لبده ويكتفى في لبده شيخ لبده يسلح دينا وحالغو كافتوما وحقب الشديسة وحالغو كافتوما بوجود سماعه مقل كيسا إن له لي بالغوك أفتوما مثبتا حال يهي سماعا مدل الصغي بخب ثقة مدل غوك السوي يهي قرال كيسا لغو الصغي ثقها سو غير متهم مدلته ميستي غير كيسا أهو إنو هاي ستو قرال ولغوك السوران كرو هدي وحا أصيقه اعتماده يقرال أوية وفي لبده ويكتفى في لبده كوبدي سأيو حفظي سأيحدي وحا لغوك أفتوما بوجود سماعه مقل كيسا إن لهلي مثبتا حالو يهي سماعا من لسغي بخب إن لغسغي قرال بخب ثقة بوصو قدري ثقة قرال كيس ثقه غير متهم مدلته ميسانا غير كيسا وبالرواية هنا وحالغوك أفت وبالرواية هنا ها ويكتفى في لبده وحالغوك أفتوما بوجود سماعي وبالرواية هنا وحالغوك أفتوما ورنتيس ها وبالرواية أوكوكوبي ألغوك أفتوما ورنتيس من أصل أوكوري أصل كوم موافق وافقاي لأصل شيخه وافقاي ضمير كمركا رابقا أعلنين ويكتفى في لبده رابقة لبده جيسا لحده وحالغوك أفتوما سيوضي ويكتفى سو قدري بوجود سماعه مثبتا بخط ثقة غير متهم وبروايته هنا أوكو لبدي ورنتيسا رابقة من أصل أوكوري قرال أو فربرئة أصل غو موافق وافقاي لأصل شيخي شيخي سأسأل كيسي وافقاي كتاب شيخي سأقرنا كتاب لم يدع سيغانا أقرا كتاب كاسو مركا ويحي كوضب دي يوك واشكو وقد قال وحايري نحو ما ذكر وح نحو ما كي نحو كيسا وحايري ذكرنا أنك هما أنصار شيخني الحافظ أبو بكر أبو بكر كو البيهقي قريدي سلونس بي أيا سيدا يريوه
واكو وعبارته بيهق عبارتي سوحا ويان توسع من توسع في السماء وحاوى صعي شيء قفكي وصعي شيء مقلك من بعض المحدثي زماننا زمن كانك محدثين تودا قاركوب الذين لا يحفظون حديثهم كواسو حديث كودا عن حفظينين ولا يحسنون قراءته من كتبهم أن وناجنين ولا يعرفون ما يقرأ عليهم أن قرنين بعد أن تكون القراءة عليهم من أصل سماعهم وذلك لتدوين الأحاديث في الجوامع التي جمعها أئمة الحديث واكو مرك فمن جاء اليوم بحديث ما تقف في حديث لي ماذا حديث لا يوجد عند جميعهم أن لقهلين علماء أحاديث الديبان قلسي كتب توضى حديث أن لقهلين ما تقف في لي ماذا لا يقبل منه من كان لقى أقبل ماذا ومن جاء بحديث معروف عندهم خفك لي ماذا حديث أو علماء أكتو ذا لقوية قانانة فالذي يرويه لا ينفرد بروايته والحجة قائمة بحديثه برواية غيره واكو مركا الإمام الحافظ أبو بكر البيهقي أصيغنا مركا سيدة صوي الثانية الثالثة عشرة مسألة سيدة حيطونا في ألفاظ الجرح والتعديل أي أهات عادل يلد إيه عدة ألفاظ إذا تحدي أي أهات وقد رتبها ألفاظ ابن أبي حاتم آيات ترتيبية هدي قفك الله دورا يا الله جراحينا هدي لتعديلنا يا إريد الله استعمالا ابن أبي حاتم آيات ترتيبية في مقدمة كتابه الجرح والتعديل أيون كترتيبي فألفاظ التعديل عادل يريد ألفاظ مراتب واي مرتبيال مراتب تاسنة مصنف كووش علي سيد ابن صلاح وكله أفر كدغي ذهبي إيا عراقنا الشني كدغي شيخ الإسلام نلحبو كدغي أعلاها مدى أغسى ريسة مراتبتا أو ألفاظ التعديلك تن أغسى ريسة وحويان بحسب ما ذكره المصنف واي ثقة أو متقن أو ثبت أو حجة أو عدل حافظ أو ضابط عدل ضابط إريضا قفك هديل قلت المامو ولا عادل يالي فلان ثقة فلان متقن فلان ثبت فلان حجة هدي لي راهي فلان عدل حافظ عدل ضابط ولا عادل يالي قفك الصور ومرتبة قصر يسوي سيد مصنف كأشا جاي مكة رعنا ويا عراقي مركة مرتبة أوزي هذه ذهبي هي عراق مرتبة الزياديين تنوي كسي سريسا وهدي لسوع العلية واي إريادا عن هذا لصور شيء إريقا عينتي سئل لسوع العلية ثقة ثقة انقفك لي هذا الله وما أما إريقا إريقا لولم إذا وأصيغني ألفاظ التعديل كم إذا إن للراعي ثقة ثبت إن ليرا أما ثقة حجة أما ثقة حافظ يعني ما قرر فيه وامد وامد الذهب العراق أي زياريين تن هذا متن قال غش يا تاسع كسي سري سمعنا لكن أعلاها هذا مركولية هي إمام النووي أنت أوش يا جاي بطلع أوص سري سوا لكن تن متكسي سري ساجر تبع سجى هذا أوصن شيء والذهب العراق أي شيء شيخ الإسلام مد أو زياريين وهي كسي سريسا أيضا من مرتبة التكرير تنهدى عن شيخنا يو ذهب العراق أي زيادير أو كسوع العلم تا أي بكسي سريسا وأنا الوصف بأفعله أفعل إن قفك لغوت المامو
ولي هذا مثلا أوثق الناس أثبت الناس أما وحلم إذا إليه المنتهى في الثبت تاسا كسي سريسا هدنا إيه مرت الثانية مرتبة اللبات وصيد هذا أصيغ أوكو وضوء أيام أقتها المصنف لكن جاء هذا صيد سيود أوكو وضوء لبو هو أسكس وشيء تيسد هذا يبقى نقطة أفراد ينغني الثانية من المراتب وهي الرابعة وهي بحسب ما ذكرناه بغير مجد صدوق فلان هبل صدوق واي مدر لوء أو محله فلان محل كيس الصدق واي أو لا بأس باص به فلان قبدي سماء هاني صاصو كلام هبل صدوق واي هدي لي رادو أما محله الصدق واي أما لا بأس به عراقي وحوزي هذه أما مأمون واي اللي يرادو أما خيار واي أما ليس به بأس اللي يرادو قال ابن أبي حاتم ابن أبي حاتم باوحو يري من قيل فيه ذلك هذا الكاس قفك اللي يري هو من كاس ممن أيكمد أها يكتب حديثه من كحديث كي سلقراي وينظر فيه حديث كلنا في يريناي إن الثقات كوافقا إيه إن كلا ولا فيرنا وهي منزلة أن المنزلة وهي منزلة الثانية طلبات صدوا صدق الشيء وهو حكم كان كما قال ابن أبي حاتم سيدا أوي رواي حديث كسوى الله قرا وأنا الله فيرنا يا خوفك الله قاعد بري صدوق واي أما محله الصدق واي أما لا بأس به معايا لأن هذه العبارة عبارة عن هذا الشيخني صدوق أما محله الصدق أما لا بأس به لا تشعر عبارة مؤغي سينيس باللفظ كويت قف كان إنه آد وحق كوي وحفظي مؤغي سينيس فيعتبر حديثه بالفيرنا على ما تقدم سيد الصهر مريبا الله فيرنا يو نوعا أوائش سمكا صومريني أن صور شيخني سيد الله فيري يوكل دتك الله بدين تاها إنه وافقي إيو إن كلا ولا فيرنا يا واكو وعن يحيى ابن معين وحال جوري أبي خيثمة أبي خيثمة نك الأورنجري أي أويري فلان به بأس صاصا أبو له ساي واسدي بالي مركاسو يري إذا قلت هدي عن له يحيى ابن معين إذا قلت هدي عن له أنيق أو يحيى لا بأس به هدي عن له هب الباس ماله فهو فلان كاس ثقة واه ولا يقاوم قوله يحيى قول كيسة يحيى ابن معين قول كيسة مقوم آيو يقاوم بكسر الواو عن نفسه نفسه سحقي أوغا قوم مايو نقل ابن أبي حاتم ابن أبي حاتم نقله سا عن أهل الفن وكسر نقليه سكما عابين كرو ولا يقاوم قوله يحيى قول كيسة إلا هدا أن أنك سوى الشيخني هدي لا بأس به قفك ليرا حديثك سوى الله فيرنا باليرا والله غرى لك والله فيرنا لكن يحيى ابن معين أسيقه وحولية هاي الثقة وهي لا بأس به تاسو كهد لا مر أسيقه مركا نفس دي سو كهد ليحيى ابن معين ولا يقاوم قوله يحيى قول كيسة وقوم مايو عن نفسه نفس دي سحقيني ها أوغا قوم مايو نقل ابن أبي حاتم ابن أبي حاتم سو نقل انتيس عن أهل الفن وكسو نقليه وابن أبي حاتم سيدو سو نقليه با صوابا ها وهدي لي رأى صدوق أما محله الصدق أما لا بأس به اسكم دواي ممن يكتب حديثه وينظر فيه يكمد يهيو ويو عبارة لبد مؤغي سينيسو واكو نبض إعانو الثالثة
مرتبه السدحات او مراتبته كامله حديث سيودي سدو حساب قوة الله يعني مرتبة الشنادة إن غني إلا لو مرتبة سيغو هو سوسو كرنيي شيخ واي فلان شيخ واي هدي لي راي فيكتب حديثه على قرى وينظر فيه وانا لا في رنايا مراتب تصري كم ماها شيخ مركي لي راي لنا مراتب او جرح تعديل كمركي لقاها الله فلان صدوق أما محله الصدق أما لا بأس به أي لم يتنقنيس شيخ فيكتب حديثه على قرى وينظر فيه وعن الله في رنا نبض يعان الله الرابعة مرتبة أفرات مدى لحاذا ينغني بحسب ما ذكرناه حتى أنفس عنه صالح الحديث وعن هبل حديثي سوى ناكسين يكتب على قرى فإنه يكتب حديثه على قرى للاعتبار لأجل الاعتبار في رد رد هذا على قرى موافقة يا ثقات أحاديث وريين مثل اعتبار درد على قرى واكو انت أصمرك وحيه ألفاظ التعديل وأما ألفاظ الجرح نابع عدة ألفاظ فمراتبه قف كمركي لا داوعي الفاظ لا استعمالها ومراتب وحانا اغص كيس تعديل كوحا كاكبو فاذا قالوها دير اذان محدثون تا لين الحديث هدير اذان هب الحديث كيسو جلعين هب لين الحديث واجب معنى هذا هو حوي ان كتب حديثه ولا قرا وينظر وانا لفيرنا والاسكفيرنا اعتبارا ها اعتبار درادي يا محن الى ذا الله فيرنا يا ان محن الى ذا ثقات وافق يا حديث كسائي ان كلا دبا لو لابنا وقال الدارقطني الدارقطني وحويري مركي حمزة بن يوسف أو سؤال ويديي فلان لين مركات ذهب محاول جيد دابال مركات ويري إذا قلت هذا أنه لين الحديث وايهبل لم يكن ما أهانا يرابي ساقدا مطعي ما أهانا وحديث كيس مطروق ويه ولكن يكون رابي سوحو أهانا مجروحا من لطابعي أي أهانا بشيء لطابعي شيء لا يسقط أن ردينين عن العدالة أن كردينين وحي روع عدالة أن كسارينين با لغونا بعيبا لو شيء داو ومن هذه المرتبة وحاكم إذا ما ذكره العراقي فيه اللين فيه مقال قد أركيس وحبدا أحاديث ضعف ولا ضعيفي ها تعرف وتنكر وليس بذاك ليس بالمتين ليس بحجة ليس بعمدة ليس بمرضي وحيالها صلى عبرا يا أخي أما فيه خلف تكلموا فيه مضعون فيه سيء الحفظ ساسوح وقولهم محدثين تقول كذا ليس فلان بقوي ما أهن أي قولين محيق بضنه يكتب حديثه على قرائن وهو قال كاسن دون لين لين سكودي أيوها لين تا ليننا ضعف كسي درن ليس بقوينا الرام حقاو وإذا قالوا هدير آذان محدثون تضعيف الحديث هدير آذان فدون ليس بقوي ليس بقوي سكودي بوها ماركيسا ليس بقوي وكسي اللي تا معناه ضعيف الحديث مركي ليرا ولا يضرح لكن ولي هدانه لما توراي قبي اهان حديث كيس لما توراي بل يعتبر به حديث كيس والا فيرنا وحوافقا ان جيران اي ان كلا والا فيرنا واذا قالوا هدي الاذان محدثون تمطروق الحديث واي
هبل الحديث كيسي ولا قطعي هدير هذا أو واهي واهيه حديث كيسا مذو تبر درنيا هاي واي هدير هذا أو كذاب واي بيناله فهو فلان كسي ساقط واي مدعي لا يكتب حديثه ولا قري مايو ولا يعتبر فيه لما نفيرنا ولا يستشهد من الدليل سنايو. ومن ألفاظه محاكمة محدثين تأريضي استعمالا في الجرح والتعديل أي استعمالا وحاكمة فلان هبل ربا عنه فلان حقي سوحا وحكوريين الناس ضدك ربا عنه الناس ضدك يا وحكوريين ما أركيسا مركب حوغا dadka asiga wax ka wariyeen la yara dhaliilaya asiga la dhaliilaya rabaa anhu naas dadaa wax ka wariyeen ama wasadun dhaxdhaxaad waay hebel hebel dhaxdhaxaad waay ma darmo muqaribul hadith waay mid uu soo dhabaanayo hadithkiis muqaribul hadith waay hadithkiis mid uu soo dhabaanayo waay wa hadhihi al alfaz thalathatu sidahla فلان ربى عنه الناس وصد مقارب الحديث من المرتبة التي يذكر فيها شيخ مرتبة أو شيخ لو حصي كم يديهن أريضا فيكتب وينظر وقرأ حديث كيسا وأنا لفيرنا ومرتبة السدحات ومن مراتب التعديل كم إذا أن صومر من هذا مضرب وايهب المدس برامبري هدي ليرة ها لا يحتج به لمحج سنة مجهول واي ومن ألفاظه محاكمة يعني كا قلدنا فلان روى عنه الناس آكمة وصد فلان هبل وصد واي آكمة ألفاظه مقارب الحديث وايهب الحديث كي سمده سور دبان آيوه مضارب وايمد اسبران براي لا يحتج به واي لما حجيسان مجهول وايمد لغا جاهل سد احدان دم مر مضارب لا يحتج به مجهول سد احدان وهذه الالفاظ الثلاثه في المرتبه التي فيها ضعيف الحديث وانا مرتبه السدحات او من مراتب جرح كامل اهو تشريح ها واكو اسكفير مكا لا شيء شيء معها ليس بذلك معها ليس القوي مدحوغ له معها بذاك فيه ضعف أكل أو في حديثه ضعفنا أهاد ما أعلم به هب البأس نبكم أغي أكمد أهو ومن ألفاظه محاكمة لا شيء وهو ما أهل لا شيء وحيكمة رد حديثه مرتبة رد حديثه مرتبة مصنف كوكتا جاي موصن شيئين لكن شارحة سيودي باصور شيئين وكو رد حديثه شرح فيري وإذا قالوا متروك الحديث أو واهيه أو كذاب فهو ساقط لا يكتب حديثه مركز صار رعب فالمرتبة التي قبله وهي الرابعة رد حديثه أو رد حديثه أما مردود الحديث واي ضعيف جدا واي واه بمرة ضرح حديثه ليس بشيء أو كلي هذا لا اسمه ها ليس بذلك كاس معها هبل ساس معها ليس بذاك القوي كاس قوي معه فيه ضعفنا قصغا هبل او في حديثه ضعفنا قصغا لين الحديث مرتبه ذي قال يا مركا اريان ايضا لين الحديث مركي ليلا ماشي سي مركه كبر تبنى قناه حديث كي سوال قرا اعتبار دراجي انا لو فيرينايا
ما أعلم به بأسا هبل أنا قلبكم أوجي أيضا نصاص وكلا ويستدل على معانيها ألفاظا معاني يدي إيه ومراتبها مراتب تير بما أيالو دليل سنة يتقدم صهر مريو وقد تبين ذلك أرن كان وكصعد عضيو نوع مركا سدح إلى باطنات أيان سدس أوغا بحني أو مسائش فرها بظن أيه إيمان أيين أو أها صفة من تقبل روايته وما يتعلق به أبو وفق هذا نوع مركا أفر إلى باطنات أيان نوع بالأبان أيو وأنا بالله جزك الله هذا وبالله توفيق الله سبحانه وتعالى أعلى وأعلى.